بالإضافة إلى هذه الأمور الهامة للغاية، بالتأكيد كان محور الحديث والنقاش عن التطورات الخطيرة الحالية في المنطقة، أزمة غزة، استمرار العدوان واستمرار هذه الأزمة بما لها من تداعيات كارثية للغاية على الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية في قطاع غزة. وبالتأكيد تحدثنا وتطابقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن أهالينا المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستعقد هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين. اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف، وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل. كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا. نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم، ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون، ونبدأ بشكل فوري في مسار ينطوي على أفق سياسي واضح يعتمد على كل المعايير المتوافق عليها دوليا وبما يقود فقط وأكرر إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين، وليس الحديث العام حول حل الدولتين، لا، هذا لم يعد كافيا ولم يعد مقبولا. الحديث يجب أن يركز فقط على تنفيذ حل الدولتين، ونتطلع بطبيعة الحال إلى دور فرنسي فاعل ومؤثر في ممارسة كافة الضغوط المطلوبة حتى ترتفع الأطراف المعنية إلى مستوى المسؤولية وأن تصدق النوايا ويتم التوصل إلى هذه الصفقة.